الحرب في سوريا ستنتهي عندما سيتم معاقبة مجرم الحرب. المشاكل مشاكل عدم معالجة المشاكل القانونية يمكن أن تصبح سببا للحروب في بلدان أخرى، كما يحدث. نحن رأينا ذلك في جورجيا وفي أوكرانيا على أمثلة هاتين الدولتين. فبعد الحرب، حرب 8 من أغسطس في عام 2008، أجهزة التحقيق في جورجيا وفي روسيا قاموا بتحرير ورفع قضايا جنائية نتيجة ارتكاب جرائم إبادة عرقية وانتهاك قوانين خوض العمليات العسكرية. وعلى الرغم من انتهاء أو قدوم تواريخ التحقيق، حتى الآن هذه القضايا لم يتم النظر فيها من قبل المحاكم المحلية الوطنية. وهذا الوضع بالطبع نقل إلى محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، وغياب الرد الفعل القانوني على هذا الصراع أصبح أحد شروط أو الظروف اللي وفرت لتدخل روسيا في أوكرانيا. والصراع في سوريا والصراع في أوكرانيا لهما صفات مشتركة، فوجود روسيا لحماية نظام فقد ثقة مواطنيه وانتهاك القانون الدولي الإنساني والعمل كمأجورين. السؤال الأول الذي أو المسألة الأولى التي أود التطرق إليها هي مسألة العمل كمأجورين ومرتزقة. فوفقا لمعاهدة المرتزقة بعام 1978 التي تشترك فيها أعضاء أكثر من 20 دولة بينهم دول عربية، المرتزقة يوصفون بصفتين تحديدا: الرغبة في الحصول على عائد مادي وانتمائهم لدولة أخرى غير تلك التي يحدث فيها الصراع. مشكلة المرتزقة زادت حدة في العالم على أثر الحرب في سوريا. في الوقت الحالي، وفقا لمعلومات وسائل الإعلام المختلفة، في سوريا يقاتل ممثلو أكثر من 100 دولة. في بعض الدول كانت مضطرة لزيادة أو حدة المسؤولية أو المسؤولية الجنائية على عمليات الارتزاق أو المرتزقة، من بين أذربيجان وكازاخستان. فأكثر من 5000 مواطن كازاخي، بل على أغلبيتهم نساء، يشاركون في الصراع في سوريا. لكن الدول كجورجيا وأرمينيا وبيلاروسيا، حيث ليس هناك وجود للراديكالية الإسلامية، فإن معايير المرتزقة لا يتم النظر فيها، أو أنه ليس هناك من ضرورة موضوعية لزيادة المسؤولية الجنائية على مثل هذه التصرفات. القانون الجنائي وقانون العقوبات في بعض الدول كروسيا وتركيا يتضمن معايير للمسؤولية على المشاركة في التشكيلات العسكرية غير القانونية أو غير الشرعية. المبرر الدنيء لا يمكن تفسيره من جانب الجهات التحقيق أو قيامهم لتحقيق في مثل هذه القضايا تحديداً. المادة 208 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية في تحرير عام 1996 في وقت تبني هذا القانون
تسترع أو تقر تنص على معاقبة لهذه الجريمة في شكل اعتقال لخمسة أشهر أو ثلاثة أعوام، تقييد حرية لمدة ثلاثة أعوام. أما العقوبة الآن لمثل هذه الجريمة فتتضمن السجن لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 15 عاما. ووفقا لهذه المادة في الوقت الحالي في روسيا الاتحادية هناك عدد من القضايا المرفوعة تقدر بألف قضية جنائية. التجنيد لصالح داعش يتم بشكل آخر بشكل مختلف لما تنص عليه الاتفاقية المرتزقة. فالمبرر الرئيسي هنا هو مبرر أيديولوجي، فالشخص الذي يتم تجنيده لا يحصل على شيء، فهو مقاتل الرب أو جند الله، ويجب أن يستشهد في حرب مقدسة، لكن أسرته فيما بعد ستحصل على الضمان والدعم الكامل. لكن بعد الإعداد البدني والتعيين الأول، هذا المقاتل يحصل على $1,500 تقريبا في الشهر، تقريبا $1,500 شهريا. للمرة الأولى عرفنا عن المرتزقة الروس في سوريا في عام 2014 للمرة الأولى، عندما قامت شركة خاصة، شركة حراسات خاصة، شركة عسكرية خاصة تسمى بالفيلق السلافي، أرسلت عندما قامت بإرسال 270 عنصرا من عناصرها إلى سوريا بشكل رسمي، تم إرسال هؤلاء لحماية المناطق النفطية أو المنشآت النفطية. لكن هذه المنشآت كانت موجودة في المناطق التي تسيطر عليها داعش، وكان يتوجب عليهم في البداية تحرير هذه المنشآت من داعش. أصيب شخصان في هذه العملية، والمجموعة تم إجلاؤها على متن طائرتين، وقيادة الفيلق السلافي تمت إدانتهم بتهمة الارتزاق، لكن حسب بعض المعلومات تم إطلاق سراحهم. فيما بعد أعضاء هذه الشركة أو عناصر هذه الشركة التي تم حلها، الشركة العسكرية أو شركة الحراسات، لوحظوا في أراضي أوكرانيا في صفوف مقاتلي دانيتسك. فقد انضموا إلى صفوف شركة عسكرية أخرى، شركة حراسات تسمى فاغنر، التي تقاتل الآن تحديدا في سوريا. تتضمن هذه الشركة حوالي 1000 شخص، والخسائر العسكرية لهذه الشركة تشكل من ما بين 10 إلى 100 قتيل وفقا لمختلف المعلومات. ليست هناك معلومات دقيقة بهذا الصدد. منذ فترة قصيرة ديمتري أوتكن رئيس هذه الشركة حصل في الكريملين على جائزة حكومية، فوثيقة مانترو في لعام 2008 تشير إلى أن وظيفة شركات الحراسات الخاصة تتضمن عمليات الحراسة، التدريب، مرافقة الحمولات والشحنات، كقاعدة في العمليات العسكرية
أعضاء الشركات شركات الحراسة لا يشاركون وفقا للقاعدة، لكن التشريعات الخاصة بالشركات الحراسات الخاصة، ليس هناك من تشريعات في روسيا لهذه الشركات تنظم عملها، أي أن الحديث يدور عن مرتزقة. لكن منذ عامين على الارتزاق في سوريا وعلى جهود المرتزقة في سوريا، تم تبني عقوبة جنائية. أما في هذا العام تم منحهم جوائز حكومية هؤلاء. للأسف الشديد حتى الآن الدولة لم تقوم بصياغة سياسة موحدة لمكافحة تجنيد المرتزقة، ونتيجة لذلك هناك مشكلة اللاجئين ونمو مستوى الجريمة، معدلات الجريمة، لأن المرتزقة بعد عودتهم من البلدان التي كانوا يقتلون فيها يواصلون نشاطهم، هم يواصلون القتل. القانون الجنائي لسوريا بعام الذي يعود لعام 1949 في مادته 263 ينص على عقوبة القتل، الإعدام، على عقوبة الإعدام على مشاركة المواطن، إذا ما شارك مواطن سوري في أي تشكيلات عسكرية تعود للدول العدوة أو الدول الخصمة. هناك في سوريا عشرات الآلاف من الأجانب الذين يقاتلون، والحديث يدور عن ذات الجريمة، أي أنه إذا ما كانت سوريا تحرم على مواطنيها وتعاقبهم عقوبات جنائية، بل وتنفذ عليهم عقوبة الإعدام، إلا أن الأجانب يقاتلون الآن في سوريا كما ترون، ولا أحد يتبنى ضدهم أي عقوبات. الدولة ملتزمة بمعاقبة المرتزقة. الارتزاق هي من اختصاص المحاكم الوطنية، وليست من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أي أن المحاكم الوطنية فقط هي من يخول لها النظر في مثل هذه المشاكل والقضايا. مشكلة أخرى مهمة، انتهاك المعايير القانون الإنساني في الدولي الإنساني في سوريا. المنظمات الدولية كمنظمة أطباء بلا حدود وهيومن رايتس ووتش والصليب الأحمر الدولي سجلوا أحداث عمليات قتل جماعي وتعذيب واغتصاب واستعباد أو بيع استعباد، واستخدام الجوع كوسيلة حرب، التجويع تقصيد، والاختفاء القسري، وتدمير الآثار والمنشآت الأثرية، والهجوم على المواطنين المدنيين وعلى المنشآت المدنية. وفي الوقت نفسه سوريا تعتبر عضوا في اتفاقية القانون الدولي الإنساني وعليها التزامات لمعاقبة المذنبين الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم. في الآية 190 من السورة الثانية من القرآن الكريم، قاتلوا ولتقاتلوا في سبيل الله أولئك الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي أن نرى أن القرآن يحرم الهجوم على المدنيين، وهذا القانون نزل منذ مئات السنين قبل صياغة القانون المدني.
في القانون المدني الدولي، القانون الدولي الإنساني. لكن للأسف الشديد القانون الجنائي السوري لا يطبق معايير القانون الدولي أو معاهدة جنيف، أي أنه ليست هناك إدانة للإبادة العرقية أو الهجوم على المدنيين أو العدوان أو استخدام الوسائل المحرمة للحرب. وفقا للمادة 14 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية يمكن لها أن تنقل لوكيل للنائب أو وكيل النيابة أوراق هذه الجريمة، والأوراق أوراق جريمة القصف في حلب تعدها فرنسا الآن. في ديسمبر 2016 الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قرارا بإقامة آلية متابعة الجرائم المدنية الجرائم الحرب في سوريا. بالطبع المسائل القانونية المتعلقة بانتهاء الحرب لابد أن يعالجها السوريون أنفسهم، لكن في الوقت نفسه لابد يمكن أخذ في الاعتبار التجربة والممارسة الدولية. وهناك الكثير ما يمكن انتقاده في هذه المعايير، لكن ليست هناك من أدوات فاعلة أكثر من ذلك قائمة الآن. في هذا الوضع وفي هذه الحالة يستثنى الحق في الخطأ، فالخطأ القانوني سيعد خطأ تاريخيا قد تكون تكلفته مئات الأرواح. لذلك من الضروري، هناك حاجة إلى إصلاح القانون الجنائي السوري الذي يسترعي تطبيق معايير القانون الإنساني الدولي في التشريعات الجنائية السورية. في الوقت الحالي هناك أكثر من 60 دولة ضمت أكثر من 60 دولة ضمت هذه المعايير في تشريعاتها الجنائية، والدور الآن على سوريا. أشكركم على حسن الاستماع.